أهلا بكم في حلقة جديدة من زوايا الحدث، نخصصها لمناقشة التداعيات السياسية والعسكرية لهجوم الميليشيا على ناقلتي نفط سعوديتين وإعلان السعودية إيقاف صادراتها النفطية عبر مضيق باب المندب. دعت الحكومة المجتمع الدولي إلى دعم جهودها العسكرية لتطهير الساحل الغربي من ميليشيا الحوثي والضغط عليها بالانسحاب من مدينة الحديدة. أكدت الحكومة في بيان لها أن استمرار سيطرة الحوثيين على الحديدة ومنائها ومناطق الساحل الغربي يعني استمرار الهجمات الإرهابية ضد حركة الملاحة الدولية. نتوقف عند هذا الموضوع لنناقشه في محورين: هل حان الوقت لتحرير الحديدة واستغلال التطورات الأخيرة لحسم المعركة؟ وما إمكانية تحول التداعيات الحالية إلى موقف حقيقي ينهي الانقلاب برمته؟ قبل النقاش نذهب لمشاهدة هذا التقرير ومن ثم نعود. خرق للقوانين الدولية تقول مصر، تهديد للملاحة الدولية تدين البحرين، مضر بالبيئة البحرية تندد منظمة التعاون الإسلامي، ردود أفعال عربية وإسلامية تشجب كالعادة وتستنكر، لكن لا أفعال على الأرض. المدان هنا إيران على تهديدات ميليشيا الحوثي لأمن البحر الأحمر، كان آخرها استهداف ناقلتي نفط سعودية قرب باب المندب. قالت السعودية إن ناقلة النفط تضررت بشكل طفيف، وأضافت في بيان لها أن ميليشيا الحوثي كادت أن تتسبب بكارثة بيئية، وهو ما جعل السعودية تعلن التوقيف المؤقت لكل شاحنات نفطها الخام. ورغم أن الرياض اعتبرت الهجوم الحوثي بمثابة تهديد إيراني ضد باب المندب، إلا أنه من الملاحظ أن أبوظبي اكتفت بالتعليق على الحادثة بكونها تصرفاً إرهابياً أهوج. الهجوم الحوثي على ناقلة النفط السعودية حادث إرهابي مضر بمصالح اليمن الحيوية وحركة الملاحة الدولية بنظر الشرعية، وهو ما جعل الحكومة تدعو المجتمع الدولي لمساندة جهودها العسكرية في تحرير الحديدة ومنائها التي لم تعد وفق البيان خطراً على اليمن فقط، بل على أمن الإقليم ومصالح العالم كله. البحر الأحمر لم يعد آمناً، هذه ليست مجرد شكوى سعودية للمجتمع الدولي، بل أيضاً تحذير إيراني لواشنطن على لسان قاسم سليماني أحد قيادات الحرس الثوري الإيراني، رداً على تهديدات ترامب لإيران بخطورة التفكير بإغلاق مضيق هرمز. مما يفتح تساؤلاً مفاده، هل أضحت اليمن ساحة تجارب لصراع قادم بين طهران وواشنطن؟ فالصراع الأمريكي الإيراني في هرمز، لكن النار في باب المندب. أجدد ترحيبكم مشاهدينا الكرام، كما أرحب بمن ينضم إلينا الآن من القاهرة مستشار وزير الإعلام الأستاذ مختار الرحبي، وكذلك من تعز المحلل السياسي الأستاذ عبد الهادي العزعزي. أبدأ معك أستاذ مختار، أهلا وسهلا بك. كيف تتابع الحكومة اليمنية التداعيات الأخيرة في أو الأحداث الأخيرة على مستوى الساحل الغربي في البحر الأحمر تحديدا باستهداف نواقل نفط سعودية؟ أولا مساء الخير عليك وعلى المشاهدين الكرام وعلى ضيفك العزيز. ما حدث في باب المندب هو لم يكن وليد اللحظة، إنما هو تصعيد خطير سبقه تصعيد سابق من قبل الميليشيات الانقلابية الحوثية التي تعمدت استهداف ناقلة النفط السعودية، وكذلك تم استهداف كثير من البواخر منها الباخرة التركية وقبل ذلك الإماراتية، وبالتالي تواجد الميليشيات الحوثية أو استمرار تواجدها في باب المندب وكذلك في الساحل الغربي هو يشكل خطورة ليس فقط علينا كيمنيين وعلى المصالح اليمنية، إنما يشكل خطرا داهما على المصالح الخليجية أولا وثانيا على المصالح المنطقة وكذلك على المصالح الدولية في المياه الإقليمية. بالتالي نقول أن ما حدث من تطور خطير هو يعتبر هو تطور أو استهداف للمنطقة بأكملها. بالتالي كان هناك بيان واضح من قبل الحكومة اليمنية يدعو المجتمع الدولي لأن
ان يساعد يقف مع الحكومه، لان المواقف السابقه كانت للاسف الشديد مواقف خارجه، لم يكن هناك موقف واضح، بل اننا راينا وتابعنا المواقف الدوليه حينما كانت القوات الحكوميه والمقاومه على ابواب الحديده، كيف ان المنظمات الدوليه انتفضت وضغطت على الحكومه وكذلك ضغطت على التحالف العربي من اجل ايقاف المعركه، وبالفعل توقفت المعركه من المجال. بالتالي المواقف المتخاذله الدوليه نتج عنها استهداف لناطق الحكومه السعوديه وكذلك تهديد مباشر للملاحه الدوليه في باب وفي الساحل الغربي، وهي مناطق استراتيجيه. الساحل الغربي يمر بعده ما يقارب 10 سياره دوليه من النفط وغيرها، بالتالي استمرار تواجد الميليشيات الحوثيه هو خطر داهم و سيدفع ثمنه ليس فقط اليمن والمجتمع الاقليمي، انما سيدفع ثمنه المجتمع الدولي. بالتالي الحكومه طالبت المجتمع الدولي ان يكون هناك موقف دولي واضح داعم لاستكمال معركه التحرير او الضغط على الميليشيات الحوثيه من الانسحاب من الشريط الساحلي، و كذلك يعني تنفيذ المبادره التي تقترحنا بها المبعوث الدولي، والتي تنص صراحه على ان يتم تسليم ملفها وتنفذ الميليشيات الحوثيه من الحديده ومن الساحل بشكل عام. بالتالي موقف الحكومه هو تسجيل دولاتنا التطورات الاخيره، وهي تطورات كثيره لابد ان يتم او ان يكون هناك موقف دولي واضح ضاغط على الحوثيين بان يتم اما ان يتم تنفيذ المبادره التي او المقترحات التي تقدم بها المبعوث الدولي، او ان معركه التحرير لابد لها ان تدعم دوليا وان تتحرك وان يتحرك المجتمع الدولي من اجل استكمال المعركه و يعني تامين هذه المنطقه وهذا الخط الملاحي الان. طيب ارجو ان تتفضل بالبقاء معنا استاذ مختار. اذهب الى ضيفي الاخر استاذ عبد الهادي العزعزي واجدد الترحيب بك، اهلا وسهلا. استاذ عبد الهادي، برايك ما هو تاثير هذا القرار السعودي بتعليق الصادرات النفطيه عبر باب المندب؟ ما الذي تهدف اليه السعوديه عبر هذا التعليق؟ اولا في البدايه اشكر ضيفك واشكرك اخي، لكن الموضوع يبدو انه كبير وسوف يدفع المنطقه وتنافس دولي كبير كان حتى عرضت له المنطقه قبل ذلك اثناء القرصنه لمجال المجموعات الصوماليه في خليج عدن والبحر العربي وشمال المحيط الهندي. اليوم المرحله تدخل ملعقه جديد، يمر عبر باب المنطقه 4.8 مليون برميل يوميا من الناقص الدولي، وهذا سوف يؤدي الى تأزم السوق الدولية وإلى مضاربات كبيرة في أسعار النفط. هذه العملية تهم الغرب بدرجة أساسية، المستهلك للنفط كان الحوثيين يمارسون دورا عبر قاسم سليماني للضغط على الولايات المتحدة التي أوقفت مجموعة من الشركات العاملة في إيران الخاصة بالنفط، وبدأت تفرض حظرا على ايران، وكان الاوروبيين ربما حاليه رافضين لهذا الحظر، ولكن هناك اجبار بحكم المصالح مع الولايات المتحده ان يتعاطوا مع هذا الحظر، فتم توقيف مجموعه من العقود ومجموعه من الشركات. هذا الضغط الذي تمارسه جماعه الحوثي او عبد القاسم سليماني هو ضغط مباشر على الولايات المتحده. المملكة العربية السعودية صعدت مسألة الخلاف إلى السوق الدولية وتعاملت مع هذه العملية بتلك، برغم أن الحوثيين كانوا يحسبون حسابهم أنهم أشبه بمن يعمل لشركات التأمين الدولية التي قد تستغل المسألة في ربط بوليسات التأمين بحكم المخاطر القائمة، هم حسبوها من ناحية أخرى، واليوم ينفون أنهم تعرضوا لناقلة نفط. هذه العملية سوف تدفع بخسائر كبيرة، أولا على مستوى المنطقة، ثانيا على مستوى السلة الصناعية المستوردة للنفط التي يمر شريانها عبر باب المنطقة، وقد تدفع بعض الدول، هناك أيضا تحرك من الكويت لوقف مرور نفطها عبر مضيق باب المنطقة الذي أصبح غير آمنا أيضا بعد الاستهداف للناقلة السعودية، وهي ناقلة تعرضت لخطر كبير، هذا يهدد سكان سعودية، يهدد بخلق أزمة طاقة في العالم بحكم الأزمة التي تعانيها الدول، قد تستفيد منه بعض
والموت بقراءه انتاجها، لكن المملكه فقدت المساله على العالم ان يستشعر هذا الخطر بشكل كبير سوف تتاثر مصالحه بشكل مباشر، وخصوصا تلك الدول التي استخدمت المساله الانسانيه ضد التحالف العربي كسيف المسلط، وتاتي على راس هذه الدول بريطانيا، المانيا، ايضا فرنسا والمجموعه الاوروبيه بدرجه اساسيه التي اوقفت اكثر من مره حركات الجيش اليمني ضد التحالف العربي سواء من دخول صنعاء او تحرير الساحل الغربي. تقدمت القوات اليمنيه المدعومه من التحالف في الساحل الغربي وفق اكثر من استثمار ضد الدول الغربيه. اعتقد ان الفرصه اليوم مواتيه جدا لان تتحرك اولا الحكومه اليمنيه دبلوماسيا على مستوى جهازها الدبلوماسي في العالم، وتتحرك دول الخليج وجامعه الدول العربيه والدول التي لها مصالح اذا جمهوريه مصر العربيه او بقيه البلدان التي ترتبط بمصالح من الخط الدولي بشكل مباشر. هذا قد يؤدي ايضا الى عوده تلك المجموعات القديمه التي كانت تواجدت اثناء وجود القراصنه الصومال. هذا جزء من الخطر الذي يشكله الحوثيين، لكن الخطر الاكبر سوف يكون قادما في الايام القادمه وهي الانغام الايرانيه البحريه العائمه التي زرعها الحوثيين في الساحل الغربي، وقد يطلقون تمنياتهم الان بمزيد من الضغط، هم يهدفون الى الحفاظ على ميناء الحديده. اعتقد ان القرار الان يفتح يد الحكومه اليمنيه التي يجب ان تتخذ قرارا، خصوصا بعد حاله الفشل للمبعوث الدولي للخروج الى حسم المساله عسكريا وهي المبرر الاساسي الان. طيب في هذا السياق نعم في هذا السياق دعني اسال استاذ مختار الرحبي، استاذ مختار الان في ما يعني ما هو راي الحكومه في تدخل دولي يتجاوز أو يعني وجود السعودي؟ الآن الحكومة اليمنية طلبت تدخلا من التحالف العربي، هذا التحالف يبدو أنه غير قادر على حسم المعركة بشكل واضح مع الحوثيين، هل تتوقعون أنتم تدخلا من دول كبرى في سياق حماية المنفذ البحري المهم باب المندب، حماية التجارة، حركة التجارة الدولية ومرور الطاقة الدولية عبر هذا المنفذ؟ أولا بالنسبة للتحالف لم يعلن حتى هذه اللحظة أنه فشل في مسألة المعركة المصيرية مع الميليشيات الحوثية، إنما هناك ضغوطات دولية رأيناها كما رأيناها في تعز، رأيناها في الحديدة، هناك ضغوطات دولية، إذا ما تخلص التحالف وكذلك الحكومة اليمنية من هذا الثقل ومن هذه الضغوطات التي تمارس من قبل بعض الدول ومن قبل بعض المنظمات ومن قبل أيضا المجتمع الدولي بشكل عام التي رايناها بشكل كبير في الفتره السابقه حينما بدات الحكومه وبدات التحالف وبدات القوات في الدخول وفي تحرير المناطق ووصلت الى ابواب مدينه الحديده، انتفض المجتمع الدولي ووقف ضد التحالف، بالتالي التحالف حتى هذه اللحظه لم يعلن العجز حتى نبحث عن حليف جديد وحتى نبحث عن المساعدات. لكنه غير من الواضح انه غير قادر على حمايه صادراته النفطيه، هو علق الصادرات النفطيه عبر مضيق باب المندب، بالتالي هناك نوع من الفشل الذي يحدث. هو لا نستطيع ان نقول انه فشل، لان استهداف الناقلات النفط واستهداف التجاره والملاحه الدوليه هو امر غايه الخطوره، وهذا لا يستهدف فقط التحالف وكذلك المنطقه والمملكه العربيه السعوديه والامارات وغيرها من الدول، انما يستهدف التجاره العالميه، وهذا سيضاعف معاناه وايضا سيخلق نوع من التوتر الجديد في المنطقه وفي البيئه الاقليميه اليمنيه. بالتالي نقول انه حتى هذه اللحظه لم يجب ان نتخلص من الضغوطات الدوليه، وفي حال اننا استطعنا واستطاعت الدبلوماسيه اليمنيه اضافه الى الدبلوماسيه العربيه الممثله في التحالف العربي ان نتخلص من الضغوطات، اعتقد ان مساله الدخول الى الحديده وطرد الميليشيات الحوثيه من البيئه الاقليميه ومن باب المندب اعتقد انه لن يكون صعب لدرجه ان التحالف سيصبح عاجز من الدخول الى هذه المناطق الاستراتيجيه، لكن نقول ان هناك توتر دولي جديد متمثل بين الولايات المتحده الامريكيه وبين ايران، بالتالي ايران تستخدم اذرعها في المنطقه ليس فقط في اليمن فقط وانما اذرعها في المنطقه العربيه بشكل عام لخلط الاوراق الدخول في معركه جديده في المنطقه لتخفيف الضغوطات على ايران. بالتالي نقول ان الموقف الدولي يجب ان يكون هناك موقف دولي حازم امام تهديد الملاحه الدوليه، تهديد التجاره الدوليه، لان هذا سينعكس
ليس فقط علينا كيمنيين، انما سينعكس على التجاره الدوليه وسينعكس على تجاره النفط والطاقه الذي يمر عشر التجاره الدوليه والعالميه من عبر هذا المضيق الهام والاستراتيجي. وهذه الدعوات التي دعتها الحكومه ليس من اليوم فقط، انما دعت الحكومه منذ بدايه الانقلاب ان يجب ان يتم تامين الساحل اليمني، يجب تامين منطقه باب المندب كونه منطقه استراتيجيه هامه يمر عبره تجاره وطاقه للعالم. ما حدث من استهداف ارهابي للناقله النفطيه السعوديه هو اعلان حرب ليس فقط على السعوديه، انما حرب على كل الدول وعلى كل الشركات التي تقوم بتمرير هذه البضائع وكذلك النفط والطاقه عبر باب المندب، وهو ما يتوجب على الدول الغربيه وعلى الدول الامريكيه ان على امريكا وكذلك على الدول الغربيه والمجتمع الدولي ان يكون موقف حاضر داعم للحكومه اليمنيه في المواقف الدوليه في مجلس الامن لاتخاذ قرار. يعني الموقف المطلوب دبلوماسي ام عسكري استاذ مختار؟ نعم، حتى هذه اللحظه ما ترغب به الحكومه هو موقف دبلوماسي داعم للتحركات العسكريه للحكومه الشرعيه اليمنيه بالاضافه الى دعم التحالف العربي. بعد ذلك بالامكان ان نتحدث عن خيارات اخرى ممكن ان يتم وضعها على المجتمع الدولي، لكن حتى هذه اللحظه الحكومه كانت واضحه وصريحه بانها تطلب دعما دبلوماسيا من مجلس الامن ومن المجتمع الدولي لكي يتم اولا تنظيف المنطقه الاستراتيجيه الهامه من الالغام البحريه التي زرعتها الميليشيات الحوثيه، وايضا تامين الساحل الغربي ومضيق باب المندب والمناطق الاستراتيجيه من تواجد هذه العصابات التي شكلت خطرا علينا كيمنيين وقتلتنا في صنعاء في البر، وهي اليوم تنقل المعركه الى البحر، وهذا طبعا سيشكل عباء جديده على الحكومه اليمنيه وعلى المواطن اليمني وكذلك على المنطقه والاقليم بشكل عام. أرجو أن تتفضل بالبقاء معي مرة أخرى أستاذ مختار. أعود إلى الأستاذ عبد الهادي العزعزي. أستاذ عبد الهادي، هناك أخبار على أن الاتحاد الأوروبي أعلن تفهمه حول الموقف السعودي من تعليق الصادرات النفطية عبر مضيق باب المندب. برأيك ما هو المتوقع بالنسبة للدول الكبرى، بالنسبة أيضا للاتحاد الأوروبي كخطوات قادمة؟ هل يمكن فقط يعني هل سيقومون فقط ب إعلان التضامن أو تفهم هذه المواقف السعودية، أم أن هناك ربما ردود فعل أكبر من ذلك أو أكثر قوة وأكثر خطورة على الوضع في المنطقة؟ أعتقد أن المرحلة القادمة المراهن هو على الموقف الأمريكي أولا والبريطاني ثانيا أو الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن. الأوروبيين ليست سوى فرنسا وبريطانيا فقط، وأن موقف يترتب على هؤلاء، لكن هنالك ليس مسلطا على التحالف العربي بشكل أساسي باسم الملف الإنساني. مع الأسف الشديد الدول الغربية تنظر إلى نصف العملية، تنظر إلى انتهاكات تدعي أن التحالف يمارسها، وهي لا تنظر إلى الانتهاكات الأخرى التي يمارسها الحوثيين، زرعوها فقط ما يقارب مليون لغم التي زرعها هؤلاء، وهو سلاحا حفظ مبدئيا بحسب اتفاقية إيساوا 1997. يستخدم الحوثيين هذا المسلسل بشكل كبير. هنالك توافق على كما أراه من خلال الاتحاد الأوروبي بالذات من الألمان والفرنسيين مع الانقلابيين، برغم وجود قرار دولي، القرار 2216 وهو قرارا دوليا ملزم. اعتقد ان التحالف العربي وعلى الحكومه الشرعيه والتحالف الداعم لها بحاجة الى ايقاف الاعتراضات التي تمارسها الدول الغربيه حول مساله التقدم واستعاده الاراضي التي سيطر عليها الانقلابيين غير الشرعيين، لكن العالميه الاخيره تدفع الحوثيين الى واقع الارهاب الدولي، إرهاب للممرات الدولية تأثيرا على التجارة. الآن أمام العالم إمكانية أن تتعرض لخسائر بفعل الارتفاع في أسعار النفط خصوصا في الدول الصناعية وأوروبا من أقل المناطق إنتاجا للنفط، الآن سوف تتعرض مباشرة وهي إنتاج لمواقفها كانت الدول الغربية ومنظمات الإنسانية تفعل هذه العملية مبررة لاتجاه دول الخليج ومخزونات النفطية من العملات الصعبة بواسطة صفقات أسلحة، بواسطة اعتراضات اليمن أوقفت شباب التقدم باتجاه العاصمة
منذ سنة وأكثر من سنة ونصف، وهي أيضا من أوقفت الحركة في جبهة الساحل لأكثر من مرة لمقابل فرض التجار وصفقات نفطية. اليوم المسألة درجت بأن عادة اليمن إلى الأحداث على مستوى العالم سوف يتأثر المجتمع الغربي بشكل كبير، وهي ضد مخطط الحركة الصولي الإيراني التي سبق أن أكد أن لديه استعداد في حالة فرض على الإطار إغلاق محطة هرمز. طيب دعني أعود بعودة أخيرة للأستاذ مختار الرحبي. سيد عبد الهادي، أستاذ مختار، الآن مع وجود المبعوث الأممي في صنعاء، لا أعرف إن كان قد غادر أم ليس بعد، مع وجوده هناك، مع تحركاته المكوكية، مع محاولة، مع توقف المعركة في الحديدة أيضا، يعني أقصد في مدينة الحديدة ولا أقصد في المحافظة بشكل عام، هل يمكن لهذا الأمر، يعني أقصد الاستهداف الحوثي لناقلات النفط السعودية، أن يحرك المياه التي توقفت بعض الشيء بالنسبة للمعركة العسكرية في الحديدة، وما هي خيارات الحكومة إزاء ذلك؟ هذا ما يجب أن يتم خلال الفترة القادمة، خصوصا أن المبعوث الدولي لم يعلن صراحة حتى هذه اللحظة قبول الميليشيات الحوثية بالمقترحات التي وضعها عليهم، وهو الذي التقى بزعيم الميليشيات الحوثية عبد الملك الحوثي للمرة الثانية، ولا يبدو أنه قد خرج بأي التزامات أنه سيتم تنفيذ المقترحات. المقترحات الدولية كانت واضحة التي عملها المبعوث الدولي، كانت من ضمن هذه المقترحات أن يتم الانسحاب من مدينة الحديدة وتسليم الميناء والمدينة والانسحاب خارج المدينة وأن تستلم القوات الحكومية والشرعية مدينة الحديدة. بالتالي بعد الهجوم الذي تم وبعد التصعيد الأخير من قبل الميليشيا الحوثية لم يعد أمامنا إلا أن يتم تنفيذ هذه المبادرة بحذافيرها بدون أي تأخير ووضع خطة زمنية للانسحاب من هذه من المدينة، أو أن الخيار هو الذي أستاذ مختار. يبدو أن هناك خلل في التواصل مع الأستاذ مختار الرحبي. على كل حال شكر جزيل الشكر له، مستشار وزير الإعلام كان معنا عبر الهاتف من القاهرة. بالعودة إليك أستاذ عبد الهادي، خطوات أو تسارع إلى حد ما في الأحداث في الساحل الغربي في البحر الأحمر بالقرب من باب المندب، ما هو المتوقع خلال الأيام القادمة بحسب التحركات الأممية الأخيرة وكذلك بحسب التطورات العسكرية الأخيرة أيضا؟ أعتقد أن العملية العسكرية سوف تستمر وسوف يفتح التحالف العربي بتأسيسات عسكرية ممثلة في الجيش من عبر الحكومة الشرعية اليمنية على الأرض، سوف يعدل في القائد الجوي، وهذا بدرجة أساسية وستخف الضغوط الغربية التي كانت توقف هذه المعايير السابق من ثانية. أعتقد أن على الحكومة اليمنية أن تتحرك على مستوى كبير باتجاه مجلس العدل، إما من الرئاسة أن يتحرك رئيس الجمهورية أو رئيس أو رئيس الوزراء باتجاه الدول الخمس، يجب أن تكون هناك حركة دبلوماسية مكثفة للحكومة اليمنية في هذا الإطار، وأن تكون هناك حركة مرافقة أيضا من الإخوة في مجلس التعاون الخليجي والتحالف العربي الداعم للشرعية، أن يتم أيضا قبل التحالف العربي على المجموعة الإسلامية لممارسة مزيدا من الضغط باتجاه إنهاء هذا الانحلال وتخليص البلد من مسألة دقائق، خصوصا أن المسألة مغطى دوليا وليس غطاء دولي، وهذا انحلال غير شرعي، وبالتالي لا مفرد لدقائق لإنهاء المعاناة الشعب اليمني بشكل كامل. بقاء هذه الجماعة مسيطرة على أجزاء من الساحل أو غيرها تهديدا على أمن البحر الأحمر أولا وتهديدا على التجارة الدولية، مما يعني أن القطر تحول مما كان من الغرب لزع المحل الداخلي إلى تهديد الدولي. المسألة تفاقمت ويجب أن لا يكون هناك حالة من التآثر على الحكومة الشرعية، أن تكون قوية في خطواتها، أن تتخذ قرارات جريئة لتغيير ذلك، وأن تبدأ بالبحث عن إمكانيات كافية من خلال مسألة أنها الآن هي لا تدافع عن خطر محلي أو وطني كما يعتقد البعض، لكنها تحولت إلى حارس للممر الدولي، وحق الحكومة أن تطلب مساعدات من أي دول ترى أنها يمكن أن تساهم في ذلك، ولا أعتقد أن الدول الغربية سوف تسعى سوى إلى دفع مزيد من الثقافة
أشكرك أستاذ عبد الهادي العزعزي المحلل السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من تعز. كما هو الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإنصات. في ختام الحلقة تقبلوا تحياتي وتحيات زميل ماهر أبو المجد منتج الحلقة وجميع الأفراد في الطاقم الفني. إلى اللقاء.